نروح دلوقتي لتقرير وهو عن حفل في دار الأوبرا المصرية للفنان القدير هاني شاكر، وهنرجع لكم مرة تانية نكمل فقرات. النهاردة هغني فصلين، ودي ما حصلتش يمكن بقالها فترة طويلة، من هاي مجموعة من الأغاني القديمة والجديدة، أغاني يمكن بتتقال أول مرة النهاردة هتسمعوها ليا، يعني هتسمعوها النهاردة أول مرة. عاملين بروفات حلوة الحمد لله، أتمنى يا رب إن شاء الله كده إن التوليفة دي، وفي حاجات لعبد الحليم كمان. بنختم الفصل الأول بموعود، وإن شاء الله الفصل الثاني على آخره كده هنقول حبك نار إن شاء الله. حبيت الغنى من خلال صوت عبد الحليم حافظ الله يرحمه، والحمد لله أن أسعدني الحظ أن أنا أشوفه شخصيا وأقول له الكلمتين دول من قلبي، لأنه طبعا أنا كنت هزعل جدا لو كان رحل عن عالمنا وهو فاكر أنه يعني زي ما كان الشد والجذب اللي كان بيطلع في الصحافة في التوقيت ده أن الكلام ده مظبوط. فأنا وضحت له الصورة طبعا، وقلت له أنت يعني سبب كبير في حبي للفن وحبي للغنى، وانت هرم رابع، وانا الحقيقه من مدرسه عبد الحليم حافظ، وما زلت بقول ان انا من مدرسه عبد الحليم حافظ، وليا الفخر والشرف. انا محضر مجموعه من الاغاني السنجل بجد مختلفه جدا الحمد لله وجميله، هنبتدي ننزلها ان شاء الله في خلال اسبوع مثلا كده، اول حاجه نازله ان شاء الله. حفلة جميلة، وطبعا يعني شاكر منورها طبعا، لأن أنا بحبه من زمان، وعارفة بقى جيلنا أيامنا أغانينا اللي احنا واخدين عليها، وأنا بعشق صوته صراحة وبحبه جدا جدا، فطبعا ما يتفوتش يعني أكيد لازم يجي. أنا في أغاني بحبها طبعا جدا زي نسيانك صعب أكيد اللي غناه، تحدديش بالانسحاب، يعني في حاجات بحبها له جدا، لكن انا بحب كل حاجاته الصراحه. يعني انا عن نفسي من زمان قوي بحب الاوبرا ايا كان مين اللي يغني فيها، حتى اوبرالي اي مطرب، انا بحب الاوبرا كاوبرا، يعني بحب اجي المكان ده من زمان جدا جدا يعني. فالحفله جميله ومنظمه وحلوه وفل، والناس كتير في اقبال على الحفله، واي حد من المطربين عامه اللي هم زي هاني شاكر انا بحب اجي احضر لهم. طبعا كل التحية لدار الأوبرا المصرية والحفلات اللي من خلالها بنقدر ان احنا نحافظ على الفن المصري وعلى الريادة المصرية طبعا في الفن والقوى الناعمة ايا كانت، سواء بالنسبة للغنى او الاعمال الفنية المختلفة في المجالات المختلفة.